وصلني الجهاز هذي اليوم، طلبته من الصين وصلني اليوم، وحاب ارويكم عنه فيديو مختصر ارويكم ميزات هذا الجهاز. طبعا سمارت باتري سيستم تيستر برنت، مع طبعا مع برنتر في اجهزتي بدون البرنتر، بس انا طلبته مع البرنتر. خلكم معاي وراح اخليكم على الانبوكسينج. يعني طبعا كالعادة كتيب التعليمات، هذا اتوقع الشهادة، شهادة الضمان. الجهاز نفسه الجهاز انا فتحته من قبل ودخلت الرولة تبع البرنتر، هي تجي نفس هذه. الحين راح نقوم تجربة الجهاز، هو طبعا وظيفته فحص البطارية، في عدة أشياء تقدر تسوي عن طريق الجهاز، منها فحص البطارية، منها فحص نظام الشحن في الدينامو، قدرة البطارية على اكتساب الشحن، عدة أمور. هنا نشوف، راح نجرب على سيارة السيكويا طبعا، وشيء ثاني لازم تركز على المعلومات اللي هني، مقدار الشحن في البطارية وكم الساعة، الساعة 780 أمبير. الحين راح نوصل وصلات ال، طبعا أول شيء توصل أحمر، توصل طبعا يطلع لك نفسها، تختار هي طبعا على سعة البطارية، هذه سعة البطارية 12 فولت، 6 ويل او الشاحنات 24 فولت، تضغط اوكي. هذه مقدار الفولت اللي في البطارية حاليا، طبعا التاريخ غلط ما عدلته، تضغط اوكي يطلع لك هاي الانظمة اللي موجودة، سعة البطارية، فحص الاشتغال، فحص التشارج سيستم اللي هو الشحن البطارية عن طريق الدينامو، وداتا ريفيو اللي هي عرض البيانات بشكل فوري، وخمسة اللي هو اللغة، طبعا ما في عربي، وتايم ادجست اللي هي تعديل التاريخ او الوقت. نضغط اوكي، نشوف فحص البطارية، regular floated اللي هو الفحص العادي، هاي اللي انا حاليا طلعت عليه، اما الباقي ما عندي فكرة عنه. current cranking امبير، نشوف هذه، هاي طبعا ندخل الساعة، انا هم مدخلها من قبل، ساعة البطارية اللي نفس ما قلت لكم هذه هي، تضغط اوكي، يقول الشحن ممتاز، والهيلث اللي هو صحة البطارية 100%، التشارج 46 لان ما سيارة ما اشتغلت لها فترة، لكن ال اعتقد الريزيستنس اللي هو المقاومة في داخل البطارية ممتازة، فتضغط اوكي راح يطلع لك
برنت. طبعا انا بسوي برنت، هاي انا شاري البطارية لسبب اني اقدر اطبع. تضغط اوكي، هني ندخل اخر 4 ارقام من الفن، انا ما راح ادخله. هذه البطارية مثل ما تشوفون، هذا هو التقرير. بس هذا اللي انا حبيت ارويكم اللي بخصوص الجهاز هذا، ولنا ان شاء الله فحوصات ثانية في سيارات اخرى. والى اللقاء في مقطع اخر، ولا تنسون من لايك من الشير والسبسكرايب. السلامة. راح نقوم ب